18 من شباط عام 2018، تاريخ لن ينساه أهل الغوطة الشرقية أبداً. كيف لا؟ فهو تاريخ يصادف ذكرى اقتحام الغوطة من المحاور البرية من قبل النظام والميليشيات الطائفية المساندة له، وبدعم جوي من طيران الاحتلال الروسي. في الاستعداء؟ تلك العمليات العسكرية أدت لمقتل آلاف المدنيين وتهجير أكثر من 70,000 شخص من أهلها نحو الشمال السوري ممن رفضوا التسوية مع نظام الأسد. حملة النظام ضد أهالي الغوطة لم تتوقف عند الحملة العسكرية، حيث أعقبها بإصدار القانون رقم 10 الذي يشرعن نهب ميليشيات الأسد لأملاك المدنيين والمهجرين، بالإضافة لمعاقبة من رفضوا التهجير القسري من خلال عدم تقديم الخدمات المعيشية واستمرار الملاحقات الأمنية وحملات الدهم والاعتقال التي طالت حتى من قاموا بإجراء ما تسمى بالتسويات.